السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المخلل الجميل جدا 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 ده. خطير يا بنات، خطير خطير. انا مش هيجرب الطريقه دي خسران كتير جدا جدا. اللي هيجرب اي طريقه تانية بجد هيخسر اكتر. رهيب طعمه، مخلل جميل جدا بس مسكر جدا جدا، في حراره بسيطه قوي من الشطه اللي احنا حطيناها، طعمه كده ميكس رهيب. عايزه تاكلي طبق وانت قاعده ولا كانك اكلتي اصلا مخلل خالص. والله خطير، اسمعوا القرمشه بتاعته خطيره. جميل 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 يا بنات، لازم تجربوه وتعتمدوا كمان الطريقه. الخيار دلوقتي سعره حلو قوي، الخمسة كيلو عامل 10 جنيه، والاربعة كيلو عامل 10 جنيه، فسعره ببلاش جميل جدا. وكمان الشغل الاونلاين ممتاز، اعتمدوا الطريقه ما شاء الله جميله جدا. يلا يا بنات هنسمي بقى كده بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام وندخل في الفيديو على طول. بص يا بنات، انا معايا توم كده قطعته شرايح، 5 فصوص توم كده ولا حاجه، معايا ليمونتين هقطعهم شرايح، ومعايا كمان يا بنات قرنين شطه، مش اكتر من كده. انا عايزه بس اخد حراره تيجي من بعيد من غير ما يكون حر قوي، علشان لو في اطفال ولا حاجه. ومعايا زي ما انتم شايفين في الجنب كده ربع كوبايه خل، اقل من ربع كوبايه خل، معلقتين يا بنات خلاص. ومعايا بقى التوابل بتاعتي، ورق غار، ومعايا حبه هاني اللي هو الهيل، ومعايا ربع معلقه كمون مطحون، ربع معلقه كزبره مطحونه، ويا بنات ربع معلقه شطه، معايا لتر ميه، ومعايا ملح. انا استخدمت ملح بونو. هوريكم دلوقتي الخيار اللي احنا المفروض نستخدمه يا بنات. خلاص، احسن تعقيم تعقمي بيه البرطمانات بتاعتك، ولا ميه سخنه ولا مايكروويف، ولا تعذبي نفسك. معلقتين خل جوه البرطمان ورجيه معاكي، وتخلصي من معلقتين الخل دول كده معاكي جاهز. انا جبت الخيار غسلته وجففته معاكي، بصوا مسحت سيبته كده لحد ما ناشف من الميه خالص. بص حبايبي، الخيار بتاع المخلل هو ده، هتسمعي صوته اللي هو ما بيكونش فيه بذر من جوه يا بنات، بتحسي ان الخياره ناشفه معاكي بس بتكون كويسه، ما بتمسكيها في دي كده بتحسها لينه. هو ده الخيار بتاع المخلل. دلوقتي سعره ما شاء الله تبارك الله سعره كويس جدا، ودلوقتي موجود في السوق كسر، فالحمد لله. الحي بقى ايه، هاتي واعملي منه، لان بيكون مسكر جدا جدا. طبعا كلنا عارفين فوائده، وهو بطريقه بتديكي طريقه مسكره جدا. انا رصيت الكميه اللي معايا بين كل الطبقات، هنزل كده بشويه توم، وبعد كده بقرن الشطه، وبعد كده هنزل بالكميه الثانيه، وبعد كده هكمل كمان يا بنات الشطه اللي معايا، والليمون زي ما انتم شايفين الشرايح كده، ودلوقتي هنزل ببقيه التوم اللي معايا. بصوا بقى، بس خلي بقى يا حبايبي معاكوا اضغطوا كويس جدا جدا على الخيار، حاولي تخلي البرطمان معاكي يكون مليان كده علشان يكون حلو، يديكي نتيجه كويسه. انا معايا لتر الميه يا بنات، لتر الميه بياخد قد ايه ملح؟ معلقتين ملح زي ما انتم شايفين. انا مستخدمه المعلقه الكبيره المعياريه، هنزل بجميع التوابل، وهنزل بربع كوبايه الخل الا معلقتين يا بنات، عشان احنا في الصيف لو كترنا خل هينيع معاكي وهيديكي هيكون مايع، يبوظ معاكي بسرعه، فهو كده كويس جدا جدا. هنقلب بقى كل الحاجات الجميله دي. خلطة التوابل دي حلوة جدا، الكمون له فايدة كبيرة، كل حاجة احنا استخدمناها في المخلل بتاعنا لها فايدة يا بنات، وبتديكي طعم حلو قوي. بصوا بقى هنزل كده على المخلل معايا بالمنظر ده. انا عايزة المية بتاعتي توصل لحد فوق، ما كملتش لتر المية معايا، هستخدم كمان نص لتر. استخدمت على نص لتر معلقة ملح واحدة فقط يا بنات، زي ما انا قلتلكم لتر المية. خدوا بقى المخلل ده، الخليط بتاع المخلل ده استخدموه لأي نوع مخلل هتعملوه ما عدا الزيتون طبعا، الزيتون الحاجة الوحيدة اللي بيكون لها طريقة تانية خالص بنستخدمه فيها. خلاص، هاجي على الوش هنزل كده بنص معلقة ملح، وهستخدم معلقة زيت. ليه؟ حفاظا على المخلل بتاعك، لأن زي ما انا قلتلكم احنا في الصيف، فلو انتوا ما عملتوش كده ممكن لا قدر الله يتلف معاكم، فعلشان خاطر يعني نتفادى حاجه زي دي نسيب كده الحاجه بتاعتنا تكون كويسه. هتشوفوها معايا دلوقتي الميه قد ايه شفافه وقد ايه المخلل ناجح كمشروع بقى اونلاين تستخدمي بقى في جميع المخللات بتاعتك، حلو جدا جدا. انا هسيبه بقى كده يا بنات، انا سبته قد ايه؟ يوم ونص، يعني مش اكتر من كده، يوم ونص. اداني نتيجه هايله هايله، نتيجه ممتازه، بسم الله ما شاء الله الخيار بتاعي ناجح جدا جدا جدا. بصوا يا بنات الميه بتاعته قد ايه شفافه وحلوه جدا. وعايزه زي ما انا قلت لكم اهم حاجه، المخلل معايا يا بنات في قرشه ما شاء الله جميله قوي، القرشه بتاعته تحفه، جميله جميله جميله. اللي الخياره معاكي ماسكه نفسها، الخياره معاكي مصحصحه كده، فيها روح زي اللي زي ما بيقولوا يعني. خلاص، طعمها بقى يا بنات زي ما انا قلت لكم في الاول، سبحان الله ميكس رهيب. هو انت بتاكلي حاجه ساقعه طعمها حلو قوي،
مخلل، وصلك المخلل وكل حاجه، بس مش الملح اللي هو بيتعبنا كلنا، وطبعا ناس كتير عشان الضغط والكلام ده ما بياكلوش. عايزه اقول لكم الطريقه دي والله اعتمدوها، من الاخر ناجحه جدا جدا، مسكره جدا جدا، الخياره فيها قرمشه رهيبه، طعمه انا عايزه اقول لكم الولاد بياكلوه كده كانهم بياكلوا خيار عادي من الثلاجه، بس حاجه طعمها حلو حرش يعني، بتاكلك بتاكل كده. إيه طبعا بقى في السندوتشات بقى وفي الهامبرجر والحاجات الجميله كلها، بصراحه بيكون جميل جدا جدا جدا. انا متعمده ان انا اسمعكم القرشه بتاعته عشان تعرفوا قد ايه الخياره ماسكه نفسها وطعمه مسكر، بس في المخلل فيه حراره جايه من بعيد قوي قوي زي ما انا قلت لكم، جايه من قرنين الشطه طبعا اللي احنا استخدمناها. بصوا اللون بتاعه حلو جدا، الخياره فيها روح يا بنات ماسكه نفسها. ان شاء الله باذن الله هتمنى كده تعملوه وتجربوه وتقولوا لي فعلا ارائكم كده في التعليقات. ما تكتبوش تعليقات خالص غير لما تجربوا فعلا الوصفه، انا زي ما قلت لكم في شغل الاونلاين هيكون ممتاز، هتكون بجد مشروع ناجح جدا 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 جدا، وربنا يرزق الجميع يا رب. واتمنى ان شاء الله باذن الله تعملوه يا بنات ويعجبكم. بصوا النتيجه هايله هايله هايله. يلا انا بحبكم في الله، اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. توحشوني من هنا لحد الفيديو الجديد. اي حد له اي طلب له اي وصفه معينه تقولي بس في التعليقات، وان شاء الله باذن الله نعملها مع بعض. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة. بحبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.